دلوقتي قبل ما نبدأ معاكم أخبار وفقرات صباح الخير يا مصر، خلينا نروح لزميلتنا دينا عشان تعرفنا على آخر أخبار الطقس، العملات وأسعار الذهب. دينا صباح الخير عليكي. صباح الخير جمانة. صباح الخير محمد. صباح الخير والسعادة على كل مصري في كل مكان. فعلا دلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا في أسعار صرف العملات الرسمية وأسعار كمان الذهب وحالة الجو النهاردة. خلوني أبدأ معاكم بأسعار صرف العملات الرسمية النهاردة. هنبدأ من الدولار الأمريكي، سعر البيع 18 جنيه 96 قرش للبيع، سعر الشراء 18 جنيه 88 قرش، اليورو 19 جنيه 45 قرش للبيع، 19 جنيه 36 قرش للشراء، جنيه الاسترليني 22 جنيه 67 قرش للبيع، 22 جنيه 57 قرش للشراء، فرنك سويسري 19 جنيه 55 قرش للبيع، 19 جنيه 46 قرش للشراء، اليوان الصيني 2 جنيه 80 قرش للبيع، 2 جنيه 79 قرش للشراء، ريال السعودي 5 جنيه 4 قروش للبيع و5 جنيه وقرشين للشراء، دينار كويتي 61 جنيه 71 قرش للبيع و61 جنيه 37 قرش للشراء، درهم الاماراتي 5 جنيه و16 قرش للبيع، 5 جنيه و14 قرش للشراء. بالنسبه لمتوسط اسعار الذهب النهارده، سعر جرام الذهب عيار 21 عيار 18 844 جنيه، عيار 21 985 جنيه، عيار 24 1126 جنيه، واخيرا جنيه الذهب وصل ل 7880 جنيه. بالنسبه لحاله الجو النهارده، خلونا نصعد مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس. لسه الطقس بيواصل شدته في الحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ولسه ايضا في ارتفاع في نسب الرطوبه بالنهار، وده بيزود الاحساس بحراره الطقس عن المتوقع بحوالي درجتين لثلاث درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 29 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.